الاهلي يكتفي برباعيه في شباك فاركو ويستعيد صداره الدوري مره اخرى ويعود لمكانه الطبيعي. كابتن شريف الف مبروك. مبروك مبروك اداء اول شوط، مبروك ثلاث نقاط مهمين جدا، مبروك فوز بعد تاخر قدام سان داونز، وده اللي كان مطلوب يعني. يا رب يكون اللعيبه النهارده اتفرجوا على الشوط الاولاني وشافوا الهويه بتاعتهم وهم بيلعبوا كره سريعه جدا، تحركات سريعه جدا. خلينا نتكلم على الملعب. تقيل شويه، اللعيبه توترت بعد الجول اللي دخل فينا ولا ايه انا مش عارف، بس حصل هدوء نسبي بعد الثلاث اهداف. بقى اللعب تجاري بقى تاني شوط، انك انت عايز تعمل اللونج باس اللي هو بيضرب الاوف سايد جيم اللي هم واقفين عليه، واقفين غلط طبعا كلهم، يعني اي كره رايحه لمحمد هاني ممكن يروح بيها على الجول، اي كره رايحه لاي حد لعب ممكن يروح بيها على الجول لو هو بيتحرك سليم ومش اوف سايد. استغلال الاطراف بتاعتنا كانت قليله، زي ما انت بتلعب يعني كنت عايز تستخلص منهم الكوره وتلعب لونج باس تودي على الجول، وده حصل، حصل في 3 4 كور او 5 كور، بس مش هيبقى ده هو ده الشكل اللي انت بتلعب بيه، اللي بترهق بيه اي منافس. يعني تاني تايم انت لو بتلعب زي اول هاف تايم بتمسك الكوره تديها لزميلك وزميلك يشوف رؤيه يطلع طرف يطلع خط معاه يعمل زياده عدديه على الخصم هناك، الخصم حتى مش هيبقى ليه وجود بهذا الشكل اللي انت كنت بتلعب معاه. فنتيجه كبيره جدا، كنت ممكن تبقى اكبر من كده كتير قوي. صحيح. واسهل لو انت مسهل الدنيا على نفسك. من الطبيعي انك تغير وتدخل ناس، انا عايز الناس اللي تدخل دي بقى يبقى عندها الحميه. ما تبقاش نازله اللي هيلعب 6 دقائق، ده اللي هيلعب 10 دقائق، ده اللي هيلعب 20 دقيقه، بالعكس انت بتنزل على فرقه منهكه انت تقدر تاخد ثقه عليها وتقدر تجيب لك جول او اثنين. فلازم المفهوم بتاع اللعيبه كلها انا لازم ابقى في الفرقه من اول دقيقه، انا لازم العب اكتر من كده وقت، انا 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 لازم حتى لما تنزل تحسسني انا كمدير فني ان انا ابتدي بيك الماتش الجاي، لازم انا لما انزلك وانت جاي من اصابه او اي حاجه تديني بس الاحساس بان انا اتعامل معاك تعامل تاني انت نفسك فيه. فمبروك الماتش، مبروك الشوط الاولاني، حاجه تطمن ان شاء الله المباراه الجايه باذن الله يكون عندهم نفس المفهوم نفس الاداء، وده الاهم باذن الله. باذن الله ان شاء الله.